ولا إلى الديمقراطية بعض الوقت. لا يمكن أن تدرس بشكل نظري. صح. هي شيء عمل يجب, يجب أن تجرب وتفشل وتجرب وتفشل ثم تنجح. طبعاً. أما تدريس بشكل نظري ثم قياس ذلك, حتى لو الشخص يعني أصدر كتاب في الديمقراطية وممارساتها لا يستطيع, هذا ليس مقياس على أنه يعني عندنا قائد فلسطيني كتب كتاب عن المفاوضات وفشلت المفاوضات مليون مرة. عادل, أنت تحاول. سطوة نسوية.